مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، ودايما خطوه عزيزه جدا في بيت السفيره عزيزه. يعني ببقى دايما بقول ان يا رب النهارده يكون يوم مميز، بس الحقيقه اتمنى ان كل الايام بتاعتنا مع حضراتكم تكون ايام يعني متميزه مختلفه، تكون فيها فقرات بتستمتعوا بيها على اختلاف الايام. ومساء الانوار يا نهى. مساء الفل يا جاسي، مساء النور والسعاده والجمال وكل حاجه حلوه على كل اللي بيتفرجوا علينا، كل مشاهدي قنوات دي ام سي وكل متابعي برنامج السفيره عزيزه. حلقة جديدة، حلقة يوم الثلاث، فقراتها دايما بتبقى مختلفة، دايما بتبقى كده ايه يعني لذيذة، مش كده برضو؟ بالظبط كده، مش كده برضو؟ يا رب كده. نتمنى احنا منحازين ليوم الثلاث عشان هو انت، لكن ايه نتمنى نتمنى كل الساده المشاهدين. عمرو دياب غنى اليوم الثلاث، اليوم الثلاث مش كده برضو؟ طيب اما عمرو دياب معانا انت عشان كده جايه متاثره طبعا. على ما خليني نبدا مع حضراتكم النهارده، اول خبر معانا هو عن انطلاق منافذ كلنا واحد، ودي مبادرة بتطلقها وزارة الداخلية المصرية لعدد كبير من المواطنين لشراء المستلزمات اللي هم بيبقوا محتاجينها، وتوفير كل حاجة الأسرة بتحتاجها من سلع غذائية لأدوات منزلية لملابس. هنلاقي كمان مفروشات، هنلاقي مستلزمات إضاءة، هنلاقي كمان مستلزمات طبية وقائية عشان فيروس كورونا، وبالتأكيد كل الحاجات دي بتكون بجودة عالية، والأهم من كل ده إن الأسعار بتكون مخفضة. طبعا المبادرة دي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية علشان نتخذ كل الإجراءات اللازمة علشان ندعم المنظومة الاجتماعية لحماية المواطن، ومناسبة بالتأكيد كمان الذكرى 69 لعيد الشرطة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة ودايما شرطتنا في حمى المواطن، زي ما شفنا يمكن امبارح كان في احتفالية جميلة وحرص على التواجد فيها فخامة الرئيس وعلى انها تبقى موجودة علشان نقدم الشكر والتحية والتقدير الواجب لشرطتنا المصرية للدور الجميل اللي هم بيقوموا بيه على مدار سنوات منذ موقعة الإسماعيلية حتى هذا اليوم. يعني يمكن عايزين نحاول كمان احنا كمواطنين يكون لنا دور إيجابي، إن احنا لما نشوفهم في الشارع نشكرهم على هذا المجهود، بيبقوا صاحيين صبح وظهر وليل علشان حمايتنا وعلشان يقدموا لنا الخدمات. ويمكن كلنا يعني مؤخرا ابتدينا نلاحظ قد إيه هم متواجدين في كل الشوارع المصرية ويتفانوا في خدمة المواطن المصري بكل تحضر وبكل تواضع. كل سنة وهم طيبين الحقيقة، يعني بصراحة يعني الواحد بقى بيحس دايما بالأمان طول ما احنا واثقين في الشرطة بتاعتنا. فأنا حابة أن أنا النهاردة أقول لهم كل سنة وهم طيبين ومصر كلها طيبة. طيب النهاردة كمان بقى جيسي محتاجين أن احنا ننوه عن حاجة مهمة جدا. إيه بقى قوليلي؟ حالة الجو. جو بقى يعني بصي النهاردة الجو حلو، في لسعة سقعية بس المفروض يعني المفروض يبقى فيه في الوقت ده من السنة لسعة البرودة دي، صح. ولكن الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس خلال الأيام اللي جاية. قالوا بقى إيه؟ قالوا إن ابتداء من بكرة بالذات هيكون في فترة بكرة ولا بعده؟ لا قالوا من الأربع ولا من الأربع؟ الأربع صح، بكرة الأربع صح صح. فترة غير مستقرة تماما لغاية يوم السبت اللي جاي، غالبا هيكون فيها بقى ايه تساقط امطار وشبورة، الحاجات الحلوة الظريفة. مطر خير على العموم، انت زعلانة ليه من المطر؟ لا انا بحب المطر، ما بتضايقنيش. انا بس بيضايقني لما الشوارع بتبقى يعني مليانة مية، وللأسف بتعطل حركة المرور وعربيات بتعطل، العربيات بتبقى مش نظيفه، الحاجات دي هي اللي بتضايقني شويه. لكن انا معاكي، بس برضه لازم نشهد ان في حركه غير مسبوقه لل يعني ارتقاء بجوده الطرق. يعني الطرق طبعًا. دلوقتي في طرق معينه كنت لما تمشي فيها مثلا فاكره نفق بتاع مصر الجديده، لا 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 ده كان كارثه. دلوقتي طبعا السيوله المروريه هناك غير معقوله، فما بقاش يعني المنطقه وانت من حي مصر الجديده، فيعني لازم بالزبط. تشهدي بده اكتر مني. لا لا انا مش متضايقه خالص، بالعكس انا سعيده جدا بالانجاز ده. يعني بجد بجد بقى في فعلا سيوله مروريه غير طبيعيه. ده غير كمان ان بس انا بقول لك بتضايق بقى لما بيكون في مثلا معك. ايه شوارع معينه فيها مطبات، والمطبات دي تتملي بالميه والعربيات تعطل، هو ده اللي بيضايقني. صح، خلي بالك ان احنا برضو ما احناش يعني ما كانش عندنا نوعيه الجو دي قبل كده، ما كانش عندك كم الامطار اللي بالغزاره دي. يعني احنا بقى لنا كذا سنه كده، طبعا جميله بس بقى لنا كذا سنه كده لما بتمطر بترخوا زي ما بيقولوا. ايوه بس انا ببقى سعيده، ببقى سعيده كمان ببروده الجو شويه، ببقى سعيده بالمطر. يعني بقول لك انا بتفائل بالمطره، بس انا بتفائل بالمطر وبتفائل بالشمس الحمد لله، شخصيه متفائله. دايما يا رب، دايما يا رب يا رب يا رب. طيب قبل ما نختم بقى النهارده يا نهى، كمان يمكن
يمكن كان في خبر ممكن ناس كتيرة يكون عدى عليها كده مرور الكرام، وممكن ناس يكون استوقفها هذا الخبر. الخبر ده مفروض بيقول ان العالم النهاردة بيحتفل بمناسبة ممكن ناس كتيرة ما تكونش عارفاها، بس طبعا بقى في ظل السوشيال ميديا اللي دايما فيها حراك زي ما بيقولوا، النهاردة يوم تقدير الزوج. عشان كده بقى من بيت السفيرة عزيزة عايزين ان احنا نقول كل السفيرات العزيزات اللي بيتفرجوا عليها النهاردة ان فرصة ان احنا نقول لأزواجنا شكرا، نقدرهم ونقول لهم انهم بيعملوا مجهود كبير علشان يوفروا لنا حياة حلوة ولطيفة وظريفة. ممكن مثلا نشوف اي حاجة هم بيحبوها نعملها لهم. اعتقد يمكن مجرد كلمة ان احنا نقول لهم شكرا لوجودكم في حياتنا، دي حاجة ممكن هي تأثر فيهم بشكل غير الستات اللي هم بيحبوا ورد بقى وتورته وحاجات كده. كلمة التقدير بالنسبة للزوج دي يمكن بتكون أنسب حاجة وأجمل حاجة. شكرا للأزواج. ده حقيقي فعلا. وعايزة أقولك على حاجة، كان جالي بوست كده على صفحة التواصل الاجتماعي والحقيقة عجبني جدا. بيقولك إيه؟ بتعرفي الزوج وقت المرض. تمام. وأنا الحقيقة وقت ما كنت عيانة أنا جوزي بجد الله أكبر يعني أهو بمسك ربنا يحميك شالني فوق راسه. ففعلا أنا حابة أن أنا أشكره جدا، لأنه وقف جنبي وقفة رجالة، شالني فوق راسه، ساعدني في حاجات كتيرة جدا. أي نعم ما كنتش بشوفه كان خايف من العدوى كان حابسني، بس أنا حابة أن أنا أشكره وأقوله كل سنة وانت طيب. على فكرة إحنا مفروض كلنا نعمل كده النهاردة، لأن زي ما دايما بنقول إيه الـ 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 الزوج الراجل اللي فعلا بيبقى موجود وقت الشدة ده بيكون رزق، وهي دي مفروض تكون أساس العلاقة الزوجية ما بين الزوج والزوج، إن هما الاتنين يقدروا بعض تحديدا ويشيلوا بعض فوق راسهم أوقات الشدة. فشكرا زوجي العزيز من بيت السفيرة عزيزة. هنخرج لفاصل ونرجع نبدأ يومنا في بيت السفيرة عزيزة. أول فقرة مع حضراتكم النهاردة هنتكلم فيها عن الشخصيات المختلفة اللي احنا بنقابلها في حياتنا. بالتأكيد في حياتنا كل يوم بنقابل أنواع مختلفة من الشخصيات، سواء بقى شخص لطيف ظريف ودود مغرور كريم متكبر متواضع، يعني كل أنواع الشخصيات بنقابلها. ممكن اللي بيبقى واثق من نفسه، ممكن اللي هو عنده اهتزاز شوية بالثقة بالنفس. بس النهاردة يمكن هنحدد بقى الكلام عن شخصية ممكن نكون قابلناها أو قابلناها وما كناش عارفين إن إحنا قابلناها، هي الشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية دي بتبقى شخصية بتبقى حابة نفسها جدا، مش جدا يمكن زيادة كمان عن اللزوم. بيوصل إن هو مش بيشوف وبيسمع ولا بيحس غير بحد غير بنفسه بس. ممكن بالنسبة لبعض من الأشخاص تنبهر بالشخصية دي، تعجب بيها لأنها شخصية واثقة وحاسة بروحها وبتدي كده ممكن طاقة حلوة. ولكن يمكن بتكون لما نيجي بقى نتعامل مع هذه الشخصية في حياتنا اليومية أو عن قرب نلاقيها شخصية صعب التعامل معها أو التأقلم كمان مع مواصفاتها الشخصية. الموضوع ده هنتكلم فيه النهاردة مع حضراتكم ومع الأستاذة نهال حسين اللايف كوتش اللي هتقول لنا بقى من هذه الشخصية النرجسية. أهلا بيكي. أهلا بيكي، منورانا النهاردة ومبسوطين جدا أنك موجودة معانا. وزي ما جاسمين قالت، بس هي جاسمين أصلها دبلوماسية شوية فقالت لك الشخصية المختلفة. لا أنا بقى عايزة أكلمك على الشخصية اللي هي إيه؟ الأنانية واللي ما بتفكرش غير في نفسها والنرجسية. هل في فرق ما بين الثلاث شخصيات دول؟ إن هو يبقى إنسان أناني بيفكرش غير في نفسه ونرجسي في نفس الوقت، ولا كل واحدة بتبقى شخصية مختلفة؟ لا، هو النرجسي بيجمع الصفات دي حضرتك، يعني هو صفاته الأساسية إن هو عاشق لذاته دي أول حاجة. وبناء عليه بقى بتيجي بقى بقيه الصفات، اللي هو طبعا انانيه مفرطه، ما بيفكرش غير في نفسه بس، كل اهتمامه وتركيزه على نفسه، مصلحته اهم حاجه، يعني هو عايش حياته كلها عشان يعني يستغل الاخرين انه يوصل للمصلحه بتاعته هو. كل افعاله بتصب لمصلحته، يعني ما عندوش افعال كده انسانيه او افعال، يعني حتى لو باين ان هي
قدام الناس ان هي حاجه مثلا ليها علاقه بالانسانيه او بالرحمه او بالخدمات العامه او كده، ده بيكون حقيقه تمثيل يعني، ما بيكونش حقيقي. مين اكثر نرجسيه، الرجل ام المراه؟ اللي هي في الرجاله اكتر. حضرتك بتقولي كده عشان احنا في برنامج مراه يعني؟ لا خالص، لا 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 خالص. حقانيه يعني؟ لا لا، هي في الرجاله، او هي بنسبه 60 او 70% اكتر في الرجاله عن السيدات. بس موجوده طبعا في السيدات، وموجوده بشكل مختلف شويه، بس هم بيجتمعوا في نفس الصفات برضو. هل بيتولد نرجسي ولا البيت والنشأة والتربية هي اللي ولا مثلا بيكون هو مثلا شكله حلو زي آلهة الإغريق زمان، اللي هو يقول لك إيه، أنا حلو، أنا جميل، أنا قمر، فبالتالي أو من كتر ما أهله بينفخوا فيه وهو صغير. في كده وفي كده يعني. هو حضرتك ما فيش حد بيتولد نرجسي يعني، كلنا بنتولد على الفطرة، فطرة الخير عامة. النرجسي بعد كده بيكتسب الصفات دي في سن الطفولة من 3 لـ5 سنين، اللي هو سن تكوين الشخصية. ده بيكون بسبب أخطاء التربية أو اللي هو الاهتمام الزائد ممكن من الأهل، أو ده يعني يا تدليل زائد واهتمام زائد قوي، يا العكس تماما اللي هو إهمال زائد جدا. يعني بيحس إن هو مرفوض أو مش مقبول من اللي حواليه أو من أهله، بالذات اللي هو الأب أو الأم أو الحد المسؤول عن الاهتمام بيه يعني. فدي بتكون شخصية نرجسية، وعكسها كمان بيكون شخصية نرجسية. وده يعني ده اللي بيتدلع قوي أو التدليل الزائد ده بيطلع طبعا مغرور، والشخصية دي بتكمل معاه بقية حياته. هو بيبقى حاسس إن هو متاح ليه كل حاجة، من حقه يعمل كل حاجة، هو أحسن واحد، أحلى واحد، دايما بيتقال له كلام إطراء ومدح طول الوقت. فهو اتعود على كده، فطلع في الدنيا خلاص ما يعرفش حاجة تانية. التاني العكس بالظبط، التاني من كتر الإهمال ومن كتر ما هو مرفوض وهو طفل، حصل له جرح داخلي عميق جدا، والجرح بيتركز في العقل الباطن، وبيكون برضو لا إراديا كده شخصية مزيفة خارجية، اللي هي الشخصية. الواحد يكتشف الشخصية الحقيقية ازاي؟ يعني ازاي اعرف ان هذا الشخص شخص نرجسي؟ بصي حضرتك، هو في الاول ما فيش حد يعني هنقول عليه ده نرجسي، مش عمرها ما تحصل، لانه بالعكس حضرتك بتشوفي شخصيه ذوق جدا، لطيفه، اجتماعيه اوفر يعني زياده عن العادي، اجتماعي بزياده، لطيف بزياده، جذاب جدا، شخصيه جذابه، عاده بيبقى شكلهم حلو كمان. فبيكون اتراكتيف، هو بيكون جذاب عامه. فبالعكس هو لو ما كانش كده مش هيعرف يوقع الضحيه يعني. هو يعني عجبتني الضحيه. الضحيه هي الشخص اللي النرجسي بيحدده كهدف انه يبقى المصدر الاساسي للامداد النرجسي. معلش، هو بيحدد ازاي الضحيه بتاعته؟ هل مثلا بيشوف واحده مثلا حلوه فيقول انا هكسرها مثلا، او انا هثبت لها ان انا احلى منها، دي حاجه من الحاجات، ولا يبقى عايز يوقعها في حبه وفي غرامه يمتلكها، وبعد كده لما يحس ان هو امتلكها هو ليه سيستم واحد يعني بتاعهم كلهم يعني. هو اولا اختياره للضحيه ده بناء على حاجات معينه. هو بيختار شخصيه عندها مشاكل اصلا يعني، عندها عدم ثقه بالنفس، عندها، ولا عشان هي بتكون مثلا رفضته، فهو ازاي وازاي هي رفضته؟ دي بتحصل، بس هو عاده ما بيختارش الشخصيه الصعبه قوي دي، لانه هو عايز شخصيه يسيطر عليها ويتحكم فيها. هو يعني عنده السيطره والتحكم، ده صفه اساسيه من افعال من تصرفاته يعني. فبيختار شخصيه، وكمان الاستغلال. فهو بيختار شخصيه قابله للاستغلال يعني، هي بتكون بطبيعتها معطاءه زياده، يعني عندها تعاطف زياده مع الاخرين، الناس بتصعب عليها، طيبه زياده، الحاجات دي. او ان هي مثلا عندها مشكله في السلف لاف يعني، او لو حب الذات او تقدير الذات. فهو بيجي يشوف نقط ضعفها فين، ويخش بقى، يدخل بقى من طب مستقبل علاقه زي دي بتكون ايه يعني؟ لا دمار طبعا يعني. هي المشكله انه العلاقه مع النرجسي بتؤدي الى مشاكل نفسيه وصحيه ومعنويه، وعدم ثقه في النفس، وبعد كده كله بعد كده بيروح على عيادات نفسيه يعني. يعني بعد العشره او التعامل مع نرجسي فترات طويله، خصوصا لو هي ما تعرفش انه نرجسي، وهو ده بقى يعني دورنا ان احنا بنوعي الناس بحاجه زي كده، عشان لما حضرتك هتبقي عارفه فتاثيره عليكي. طب عرفت هتعامل معاه ازاي بقى؟ هتعامل معاه ازاي؟ وبعدين مش بس هتعامل معاه ازاي، انا هتعامل معاه ازاي لو ده ابني ولو ده جوزي؟ لا بصي حضرتك، هو فعلا إيه؟ كل ممكن يبقى اي حد الحقيقه، ممكن يبقى اي حد، ممكن يبقى اب، ام، ممكن يبقى زوج، ابن، زميل، مدير يعني، جار، اي حاجه، صديق. طب هل التعامل بيختلف مع كل على شخص على حسب نوعيه العلاقه؟ طب نحاول نصنفها، لو مثلا هو اب او ام يعني احد الوالدين، دي علاقه.
لو زوج دي علاقه، لو ابناء ناخدها واحده واحده كده. الزوج الزوج هو المشكله انه النرجسي عايز حاجه واحده طول الوقت، اللي هو الامداد النرجسي، اللي هو بيغذي بيه الشخصيه المزيفه بتاعته اللي هي الشخصيه النرجسيه، اللي هي الايجو بقى العالي والانا العاليه والذات المتضخمه دي يعني. فهو طول الوقت بيحتاج من الناس اللي حواليه حاجات كده ياخدها عشان يغذي بيها الشخصيه دي. فاحنا اول حاجه نعملها ان احنا نبطل نديله الحاجات دي، يعني نبطل نبقى مصدر للاستغلال او مصدر للامداد النرجسي لشخصيه الشخص. بس هو ممكن كده يتضايق مثلا، هو هيتضايق وهيمشي، هي دي الفكره. ان هو احنا التعامل معاه يعني ملوش حل، هو حاجه من الاثنين. لا احنا مش عايزينه يمشي في حاله ان هو زوج، احنا عايزين نحافظ على الكيان الاسري. ففي حاله ان هي زوجه وجوزها نرجسي وهي بتحبه بالرغم ان هو نرجسي، يعني بالرغم ان هو ممكن يكون طاقته سلبيه عليها، ولكن تتعامل معاه ازاي؟ ما لازم يكون في اسلوب للتعامل. هو اول حاجه تعرف انه نرجسي نفسيا، لان اول لما هي لما هتعرف هتبطل تتاثر نفسيا، يعني هتبطل تاخد المواضيع كلها على شخصها بيرسونال يعني، فهتبطل تتاثر بيه، فهتبقى عارفه المشكله عنده مش عندها هي. لان هو النرجسي مثلا مع الزوجه بيوصل لها احاسيس ان هي مش كويسه، يعني هي مش كويسه، اقل منه، اقل منه، دايما يديها ينتقدها كتير جدا، دايما لما يحس انها هتعلى يكسرها، عايز يعلى عليها. فكل ده بيأثر عليها نفسيا، هي بعد فتره من التعامل معاه هي بتفقد احساسها بنفسها، هي ما بتبقاش عارفه هي مين، يعني حتى تفكيرها، مبادئها، كل حاجه اتربت عليها شخصيتها هي بتتدمر تماما، مش بتلاقي نفسها. فهي لما طبعا ده بيؤدي لمشاكل نفسيه بقى وامراض ومشاكل يعني. فهي لما تعرف ان المشكله مش فيها وتبطل تتاثر بانتقاداته وطاقته السلبيه طول الوقت، دي هتقلل جدا من التاثير عليها. يعني هتبقى عارفه ان هو اللي مريض مش هي يعني. لان هو دايما عنده حته انت مجنونه، انت غبيه. فبالتالي يعني بتقترحي ان هي تبتدي ان هي تتجاهله مثلا، او تتجاهل مثلا هي في طريقه اسمها جري روك، هي دي الطريقه الوحيده اللي بمعنى انه جري روك يعني ترجمه حرفيه الصخره الرمادي. الصخره الرمادي هي بتتقال عليها كده في كتب العلم النفسي يعني. هي معناها ان هي تكون شخص غير جذاب للنرجسي. هو الجذاب للنرجسي هو اللي بيستغله، اللي بيديله امداد طول الوقت. هي تبطل بقى تدي الامدادات دي. يعني هو مثلا عايز ياخد منها امداد نرجسي بطريقه سلبيه، فيعصبها، ينرفزها، ينتقدها، يقول لها كلام يضايق، يبوظ لها حاجه هي بتحبها، حاجات زي كده. فهي تتاثر وتنفعل وتزعل وتعيط، حاجات كده. هو بيحس بقيمته، بيحس بذاته. فهي بقى تبطل تتاثر، هي تبقى عارفه هو قصده ايه. هي لما تعرف الاسباب هتبطل هي تتاثر. طب معلش انا بتخيل معاكي وانت بتحكي. لما هي هتعمل كده، ده هيكون تاثيره عليه هو ايه؟ هيضايق جدا. طب وبعدين اتضايق، ما هو هيطلعه عليها. ما هو ده عاده اللي بيحصل، ان هو بيطلعه عليها، بس هو بعد فتره بيحس انه ما بقاش فيه فايده. فهي اصل مشكله النرجسي. طب يعني ده بيساعد في علاج، لو نقدر نسميها علاجه، ان هو يحس ده انا نرجسي بزياده وده مأثر على مراتي وبالتالي على علاقتي بيها وبالتالي على البيت كله. هو هيحس نرجسي. لا، هو مفيش حاجه اسمها انا نرجسي دي خالص، يعني دي مش موجوده. هو مش هيبقى شايف نفسه غلطان في حاجه، لان النرجسي اساسا لا يعترف باي نقص فيه نهائي. بالعكس، ده هو كل مشكلته ان هو شايف نفسه كامل ومتكامل واعلى من الناس كلها، وهو الاذكى والاحسن يعني. فحضرتك تقنعيه ان هو عنده مشكله. يعني مثلا يعني غلطه كبيره جدا بيعملوها بعض الزوجات يعني او السيدات، ان هو مثلا تروح تقول له على فكره انت نرجسي ولازم تتعالج. هي متخيله ان هو بقى ايه، هتجاوب معايا ولا ايه ده فعلا؟ طب انا لازم هو هياخدها على ده. ان هي كده بتقول كلام يعني يعني هيك بتعدي، بتعمل عداوه معاه وهو مش هيتقبل. طب هل هي لو ابتدت تحب نفسها وابتدت ان هي تعيش لنفسها اكتر، هل هي كده ممكن نعتبرها دي طريقه من طرق العلاج؟ ليها هي طبعا، ليها هي. الفكره انه يعني هي مش عايزه اكيد تتطلق، مش عايزه تسيب زوجها. فهل هي مثلا تبتدي تتعالج نفسها، ان هي تقول انا هحب نفسي وانا هدي لنفسي اهتمام وهعمل الحاجات اللي بتبسطني انا، ومش هعمل الحاجات اللي بتبسطه هو او ابنها مثلا؟ هو ابنها النرجسي. يعني بدايه العلاج للضحيه النرجسي، ما احنا بنسميها الفيكتيم الضحيه، ان هي تحب نفسها وتقدر نفسها وتعرف قيمه نفسها. تمام. هو انها تعرف قيمه نفسها، ده في حد ذاته هيخليها مش هتتاثر باي محاوله تحطيم من الخارج. يعني هي عارفه قيمه، انا عارفه قيمه نفسي، فانت مش هتاثر عليا.
كمان هي هتبقى عارفه ان هو مش طبيعي يعني الاثنين، فده هيقلل التاثير عليها. كونه هو هيتغير يعني طبعا هو عاده ما بيغيروش لان دي تركيبه وده يعتبر اضطراب عقلي، هم تركيبه تفكيرهم مختلفه عننا يعني. هو حصل له الدامج ده او الاصابه دي حصلت له في سن صغير جدا فغيرت اسلوب تفكيره خالص، ما بيفكرش زينا. احنا لو حاولنا نفكر زيه مش هنعرف يعني، لان هو رايح في حته ثانيه. فان انا اغيره دي صعبه لان هو لا يعترف يعني. حتى الطبيب غير بقى طبعا لو راح لطبيب نفسي ولا برضه مش شرط. لا لا هو بيروح يضحك على الطبيب النفسي يعني، هو بيروح يقنع الطبيب النفسي ان هو زي الفل وسليمه ما فيهوش اي حاجه خالص. بس اكيد مش بتخش فاهم، بس اكيد مش بيعملوا معايا كده، اكيد مش بتخش على الطبيب النفسي يعني. في بتدخل بجد؟ دي ممثلين شاطرين قوي كده. طبعا هو ذكي جدا وبعدين عايش طول حياته متمرن على الحاجات دي، هو يعني متدرب كويس قوي يعني، فمش فيش حاجه. طب بصي الشخصيه او النموذج اللي احنا اتكلمنا عليه ده اللي هو نموذج الزوج اللي هو في كثير من الاحيان او في بعض من الاحيان يعني ممكن ما يبقاش هو الحاجه الثابته في حياه المراه كعلاقه، فاهم قصدي؟ لو حصل انفصال او طلاق لا قدر الله، ولكن العلاقات اللي بتبقى ثابته ومكمله طول حياتك علاقتك باهلك وعلاقتك باولادك طبعا، ودي برضو زي ما حضرتك قلتي ممكن تكون برضو فيها علاقه نرجسيه من احد الاطراف. طب دول بقى اتعامل معاهم ازاي؟ هو الابن انا اللي شفته في تعاملاتي معاهم او في الكوتشنج بتاعي، انا بشوف ان الابن النرجسي بيكون ابن كويس لان هو قدام، هو مشكلته ان هو هو ممثل وعنده كذب يعني، عنده الكذب مرضي الحقيقه، بيكذب كل بين كذبه وكذبه كذبه يعني. هو عايش اكيد مامته وباباها يقدروا يقفشوه، معقوله؟ مامته عاده نادرا بقى غير لما، وبعدين هو كمان مش بتاع جرائم يعني. هو مش يعني هو دايما افعاله مستخبيه لان هو ما بيحبش. طب ادينا مثال عشان بس نتخيل معاكي، زي ايه يعني؟ يعمل ايه مثلا افعاله المستخبيه؟ يعني هو الايذاء النفسي يعني زي ما بقول لحضرتك كده. بس هيأذي مامته؟ لا هيأذي مش مامته والده ولا لا هو مثلا في البيت أخته؟ ممكن اخته واخوه بس بطريقه مختلفة، غير مباشره بحيث انه ما يبانش ما يتمسكش. معلش يأذيهم ازاي؟ هل يأذيهم مثلا بأفعال معينه؟ لا لا يعني ان هو يقومهم على بعض، يوقع الدنيا في بعض، يوقع اصحابه واصدقائه كمان لو عنده جروب مثلا وهو في واحد نرجسي في وسطهم، هيلاقوا بيحصل لهم حاجات هم مش عارفين هي بتحصل منين، هو السبب فيها يعني، يعمل لهم مشاكل بينهم وبين بعض، يقنع حد ان حد بيكره التاني، حد بيكلم هل التاني. ده علشان هو عايز مثلا تبقى الفكره بتاعت فرق تسد؟ صح مظبوط. ولا بيكون ليه؟ هو بالظبط كده، هو لما يفرق يبقى ده صاحبه لوحده وده صاحبه لوحده وده صاحبه لوحده، فيقدر يسيطر على ده لوحده وده لوحده وده لوحده. هو عنده السيطره، حب السيطره ده يعني مرضي، فانا عايز اسيطر على ده كله يبقى في ايدي بتاعي. طب سؤال بقى، فرق تسد دي اللعبه اللي بيلعبها دي مع اصحابه، هل بيلعبها مع الام والاب في البيت؟ وارد. ومع الاخوات وارد، هو بس قدام الام والاب هو بيحاول يبين ان هو الطفل او الشخص المثالي، فدايما عشان لما يجي الكلام من بره محدش يصدق يعني. انا شفت ده بنفسي حقيقي في حالات، ان لما بيجي الكلام من على الام والاب من بره هم ما بيصدقوش ان ابنهم عمل كده، وبيدافعوا عنه دفاع مستميت وبيقفوا ضد الشخص التاني، لان هو في البيت ملاك يعني. هو مبين لهم ان هو في البيت ملاك والناس كلها يعني بتشهد له، اللي هم ايه النطاق العائلي ده. مين بس اللي بيتاذي منه؟ اللي هو بيحدد ان دول يعني المصدر للامداد النرجسي، زي مثلا الزوجه دي بتبقى مصدر امداد نرجسي برايمري اللي هو اساسي، فدي بيختارها زي ما قلت لحضرتك كده بمواصفات معينه وبقى وربنا يتولاها يعني. طب احنا عايزين كده سؤال اخير، نصيحه للزوجه او الام اللي عندها زوج نرجسي او اولاد نرجسيين. اللي عندها اولاد نرجسيين تصدق الناس لو كانت الشكاوي كتير يعني. صعب يعني. على فكره جدا انت جايه في نقطه يعني جدا، مفيش ام بتقبل على بنتها او على ابنها بس لو الشكاوي ربع كلمه حرف، ولو وتحاول يعني لما تلاقي الشكاوي مستمره تحاول تدور على الدلائل، لو لقيت الدلائل تعرف ان ابنها عنده مشكله، وبالتالي تعالجه ازاي؟ تحاول بقى تاخده يعني، لو يمكن لو في سن صغير شويه ابتدت الام انها تصلح او تقاوم، لان هو في فروق برضه فرديه بينهم حسب التربيه وحسب البيئه يعني. برضه النرجسي اللي من متربي برضه على اصول هتلاقي احسن شويه من اللي مش متربي على اصول خالص مثلا، فهي هتحاول بقى انها تقاوم ابنها وتحسن من سلوكه وافعاله. لو محتاج مثلا علاج نفسي شويه، ممكن ساعات بيحتاجوا علاج دوائي يعني. انا برضه من الحاجات اللي شفتها وعرفتها من الدكاتره
انه لما بياخدوا ادويه مضاده للاكتئاب او ادويه يعني ادويه نفسيه بتحسن شويه من افعالهم وتصرفاتهم، لان هو افعاله كلها نابعه من الم داخلي. فالالم لما بيخف بالادويه بيهدى، فبيبطل شويه افعاله المؤذيه والمشاكل اللي بيعملها حواليه دي. فلو الام شافت يعني تصرفات وصفات مش مقبوله من ابنها او الناس اشتكت كتير، تبتدي بس حتى تتحقق يعني تشوف ايه الحقيقه، دي حقيقه ولا لا، ما تبقاش مغميه عينيها وهو ابني ده ملاك وخلاص وانتوا كلكم كدابين، ده مش صح طبعا. بالنسبه للام للزوجه زي الزوجه اللي مش عايزه تتطلق، خلاص هي هتكمل طبعا حياتها، هتبقى عارفه انها عايشه مع انسان متعب وانسان مؤذي بطبيعته، وعارفه ان هو مريض، بس هي تبقى عارفه ان هو مريض، يعني هو بيعمل ده بقصد وغير قصد الاثنين، يعني ما حدش يقدر يقول مش ممكن ندوقه من السم اللي هو بيدوقه. لا ما صعب، احنا ما نقدرش نوصل للليفل بتاعهم. لا على فكره انت عندك افكار شريره. لا ليه؟ ما هو اصل انت عايزه تعالجيه وعايزه برضه تحافظي على العلاقه دي طبعا. فيعني ما هيعرف من فين اذا كان هو اصلا يعني مش مصدق او مش مقابل ان هو حد يقول ان هو نرجسي. ما هو حضرتك لما هتحاربيه هيحاربك، مش هيسيبك، مش هيسكت، يعني هو ما عندوش، هو كل الناس بالنسبه له هو بس، يعني هو نفسه اهم حاجه، هو ما بيحبش حد عامه، يعني هي دي مشكله برضه. هو مشاعره منصب عليه، يعني كلها راجعه ليه، زي الطفل الصغير اللي هو اللي مشاعره ما اتطورتش خالص، هي فضلت واقفه على ان هو بيحب نفسه، انا عايز اللعبه دي بتاعتي، انا عايز، فضل هو كده، هو انسان كبير في بعقل طفل او بمشاعر طفل. طيب عشان الناس بس ما تزعلش مننا، احنا عمالين نقول ايه الزوج النرجسي والاولاد النرجسيين ولسه بادين النهارده بنقول ايه شكرا للزوج وبتاع. الزوجه النرجسيه جوزها هيتعامل معاها ازاي؟ زي الزوج بالظبط، زي الزوج بالظبط. ما بتبقاش اقل حته في النرجسيه مثلا؟ لا بتدافع عنها. جيسي متحيزه شويه للمراه. والله انا متحيزه برضه، مش كده برضه؟ للاسف المراه النرجسيه ساعات بتكون اسوأ من الراجل. ياه. يعني الرجاله ساعات بيكون فيهم سن طيبه كده يعني. الستات النرجسيات لا، بيبقى عندهم مشاكل، يعني بيبقوا متعبين جدا ومؤذيين جدا يعني. وبعدين ليهم دوره في العلاقه، يعني يعني بتأذي الشخص اللي معاها جدا، وبتخليه مش عارف هو معاها ولا مش معاها، عايزاه ولا بتكرهه ولا بتحبه، وتقلب عليه وتتعدل وليها دوره كده، في دوره النرجسيه معروفه في العلاقات ثلاث مراحل. اللي هم ايه بقى؟ اللي هم اول مرحله اللي هي لاف، اللي هم يعني انا هترجم بعد كده بالعربي، اللاف بومبنج اللي هو القصف الحب، اللي هو اول ما بيعرف واحده او بتعرف واحد تديله حب بكميات زياده جدا وفي وقت قصير جدا، لدرجه انه ما بيبقاش مصدق نفسه، هو ايه ده، هو انا حلو قوي كده يعني، هو انا محبوب قوي للدرجه دي يعني. بتوهمه جدا وبتختار شخص هو محتاج ده، هي دي الفكره. انها الاول بتختار الشخص اللي عنده مشكله ان هو عايز يتحب او محتاج الحب وتدهوله بكثافه بقى. بعد كده اما تملكته بقى، بس اتعلق خلاص. في فرق مرحله اسمها دي فاليو، اللي هو التقليل من قيمته. كل اللي انا بديهولك ده هسحبه بقى، تسحبه بالراحة. فانت تلاقي نفسك ايه ده، طب هو ايه اللي حصل، طب انا عملت ايه، طب هي ليه قلبت عليا، ليه قلب عليا، طب انا عايزاه هيرجع زي ما كان. افضل بقى ادي ادي ادي، هو ده فترة الاستغلال بقى. اللي هو بيستغل فيها اللي هو اتقلب. فالضحية بتحاول ترجعه للفترة الاولانية اللي هي فترة اللاف بومبينج، فتبتدي تدي 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 كل حاجه بقى، حب، اهتمام، فلوس، كل حاجه، يعني كل اللي هو عايزه عشان ترجعه زي ما كان، وما بيرجعش. بعد ما بيرجعش، هو بياخد ياخد لغايه ما بيستنزفها. وبعد كده بتخش على المرحله الثانيه اسمها فتره الديسكارد او القطع بقى، دي هي فتره المرحله الثالثه بقى. يقطع بقى معاها خالص، يختفي. لو خطيب ولا مثلا بتاع او زوج، الزوج برضو يدي عقاب، اللي هو الصمت العقابي ده في البيت، اللي هو يقاطعها وما يتكلمش معاها وما يتعاملش معاها. كل ده عشان هي بطلت تدي، هو خلاص اخذ اللي هو عايزه، هو استنزف وهي خلاص ما بقاش عندها حاجه، وابتدت تنهار بقى، وابتدت تعيط، وابتدت تكتئب، وابتدت كده، فيبتدي بقى يقطع معاها. هو داخليا هو ده بيحصل جواه فعلا، يعني هو في فتره اللاف بومبنج هو شايفها فعلا ان حاجه ما حصلتش، هو نفسه بيتغير من نفسه لانه هو مريض. يعني هو فجاه بيبقى اللي شايفه حلو قوي ما بقاش شايفه ربنا حلو. يكفينا شر الشخصيه النرجسيه. حياتك بس تديها النهارده الشخصيه دي يا دكتوره نهايه. بس هقول لك على حاجه، لان النرجسيه دي هتعمل ايه، هو الوضع هو ده الوضع. دكتوره نهال بنشكرك جدا. آه للاسف يعني احنا فعلا بهدلنا الشخصيه النرجسيه. والله انا مش عارفه، انا مش لاقيه
حاجه كويسه. طب اعمل ايه؟ انا مش عارفه بصراحه. بس احنا ممكن نتعامل معاهم زي ما قلت لحضرتك كده، ان احنا نبطل ان هم ياثروا علينا بس يعني، ونديهم فرصتهم بقى ان احنا نتفرج عليهم كده وهم بيعملوا العابهم دي وخلاص يعني. عموما برضو ايه، لسه بنستفيد وهنحاول ان احنا نتعلم بالظبط كده، وان احنا ازاي نتعامل مع الشخصيه النرجسيه. الاستاذه نهال حسين لايف كوتش كنت منورانا، وهنخرج الفاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات بيت السفير عزيز. الوقت ده من السنه كلنا بنبقى عايزين نخس طول الوقت، كل تفكيرنا ازاي نخس، وعايزين كمان مش بس نخس، لا عايزين نخس وبسرعه كمان، خصوصا في ظروف كورونا. وزي ما قلنا في الوقت ده من السنه، وقت الشتاء والجو البرد ده، الواحد غصب عنه من القعده كتير والبرد بيهرب للاكل. يمكن عشان كده اول ما بنسمع عن اي نظام غذائي بنجري على طول ونقول ايه، انا همشي على النظام ده حتى لو كان مش مناسب لينا على فكره. المهم ان ايه، اصل فلان جربه، اصل فلانه عملته وخسه في شهر واحد بس مش عارفه كام كيلو. انظمه كتير جدا، حاجات كتير قوي، زي مثلا الكيتو دايت والجلوتين فري والاتكنز وغيرها، حاجات كتير جدا جدا بتطلق على الانظمه الغذائيه دي. الاغذيه الغذائيه دي، انا قلت ايه، الانظمه الغذائيه دي ممكن تكون مضره، ولكن ممكن كمان تاثيرها يكون سريع ويكون يخسوا بسرعه جدا وفي وقت قصير قوي، وهو ده طبعا اللي كل الناس عايزاه. بس ده مش معناته ان هم هيفضلوا كده لفتره طويله. عشان كده احنا النهارده معانا دكتوره نوره حسب الله، اخصائي التغذيه العلاجيه ومدرب الصحه المتكامله. هنعرف معاها ايه انواع الدايت المختلفه، وايه المناسب لينا، وايه اللي مش مناسب لينا، وايه اللي مفعوله سريع، وهو ده طبعا اللي بيهمنا في الموضوع. خلونا نرحب بالدكتوره نوره. اهلا بيكي. اهلا بيكي نوره، جايه لنا في توقيت مهم وحيوي. اعتقد في الفتره دي نوره ما فيش حد مش تخنان او بيعاني من ان هو زاد كام كيلو بسبب بقى قعده البيت، طبعا الحبسه بتاعه كورونا، البرد، الشتاء برضو بيخلي الواحد عايز ياكل. السؤال، اعرف ازاي زي ما نوره قالت كده في انظمه غذائيه مختلفه، اعرف ازاي ايه نظام الدايت اللي يناسبني ويناسب عمري وسني وجسمي وتكويني عامه؟ طيب معلش قبل ما تبتدي عايزه بس اضيف حاجه، وما ارجعش اتخن بعد لما ابطله على طول. ما ترجعيش تتخني بعد ما تبطليه. دي اليويو دايتنج وحاجه بنسميها فات دايت، ان انت بتروحي عامله دايت لمده قصيره تنزلي فيه كتير قوي، وتنزلي اكتر هو 20 كيلو في الشهر مثلا. يعني ده اكزاجريتنج شويه، هو مفيش 20 كيلو في الشهر ان لسه ان انت بتنزلي كميات ميه رهيبه. او حد اوفر ويت قوي فبينزل في الاسبوع بالخمسه والسته كيلو، بيبقى اكتريته بيبقى ميه وعضلات لان الدهون ما بتنزلش بالكميات دي. بس احنا بنقول الحاجه اللي بتبقى سستينبل، ان انت تقدري تبقي طول الوقت بتنزلي بمعدل كويس يناسب جسمك. علشان دايما اقول اول ما الوش يبتدي يخس تعرفي انت بتخسي غلط، لان يعني وشك مش المفروض يخس. لا بس على فكره دي اول حاجه بتخس هو الوش. ايوه الدايت غلط، يعني الوش ما بيخس معناها ان انت بتفقدي ميه بتفقدي عضلات، بيبتدي حتى احنا بيبتدي الوش يعجز لان مفيش ميه بيترهل الدهون بيحصل مشاكل. فاحنا المفروض نكون كل واحد قبل ما يعمل اي دايت المفروض بنشوف سبب زياده الوزن ايه، هل هي زياده هرمونال، هل هو مرض مناعي، هل ادويه معينه يعني في ادويه اكتئاب مثلا بتسبب زياده الوزن، في ادويه بيبقى داخلها كورتيزون، في حاجات كتير قوي لازم نعرف الاول السبب ايه قبل ما نبتدي نمشي على النظام الغذائي، وكل واحد له نظام غذائي معين. طب عايزين نعرف بقى ازاي نعرف النظام الغذائي المعين لكل شخص، هل بتختلف مع السن، الجندر، يعني مثلا ست ولا راجل، طفل ولا شاب؟ كل واحد على حسب تحاليله طلع عامله ايه. على حسب ايه نوع التحاليل اللي لازم يعملها؟ تحاليل كتير قوي، كل واحد على حسب الكيس بتاعته. يعني احنا عايزين ندي المشاهدين امثله، يعني ادينا كده امثله لو واحده ست مثلا في منتصف العشرينات لازم يكون في تحاليل هرمونال، لان البنات بالذات في منتصف العشرينات بيبقى عندهم مشكله تكيسات المبيض. فدي بتبقى مشكله بتعمل حاجه اسمها مقاومه انسولين، فبالتالي بتزود الوزن. فلازم يكون فبيكونوا اكثر قابليه ان هم يتخنوا لزياده الوزن. اوكي وده ليه دايت لوحده تماما، يعني ما ينفعش تبقى بتاخد دايت عادي
او بتاكل اكل فيه حاجات بتتمنع او لازم تبقى ماشيه مع دكتور، يعني هو اللي يحط لها الدكتور الغذائي يعني تغذيه، يعني لازم تكون بتاكل سعرات حراريه معينه، ما ينفعش تمنع حاجات معينه مثلا، او زي ما نقول لو حد عمل صيام متقطع ما ينفعش ابقى بعمل صيام متقطع وباكل 500 سعر حراري في اليوم. انت هيجيلك فتره هتنزلي اول اسبوع اتنين جسمك هيوقف، لان الجسم محتاج كالوريز، محتاج اكل عشان يشتغل عشان يحرق. ففي تحاليل هرمونز بتطلبي، لو في مشاكل في السكر بتطلبي تحاليل سكر، مقاومه انسولين، حاجات كتير قوي، يعني هي على حسب طبعا الكيس، تحاليل كتير قوي بتطلب وعلى حسب كل واحد والعمر بتاعه والهيستوري بتاعته، لان في هيستوري لازم تتاخد. في تحاليل فيتامينز لازم تطلب، وكل فيتامين على حسب الشكوى ايه، فلازم بناخد هيستوري الاول نشوف السبب ايه. في ناس وراثيا بيكون عندهم استعداد ان هم يسمنوا يتخنوا او يزدادوا وزنا مع التقدم في العمر، هل لو مشوا على نظام غذائي معين مدى الحياة يخليهم يحافظوا على الوزن اللي هم فقدوه، ولا لازم كل شوية يغيروا نظام الغذائي علشان كمان الجسم هو اتعود على النظام الغذائي اللي هو اللي انا بديهه؟ انهم عندهم خلل في الجين، يعني اي حد ممكن يخس ممكن يتخن، ومفيش حاجة اسمها اصل انا سني عديت الـ30 او عديت الـ40 كله بينزل، بس كل واحد لازم يختار النظام المعين ليه، وده بيعتمد على صحيانك، على نومك، على طبيعة شغلك، على تلعبي رياضة ولا لا، زي ما قلنا بتاخدي أدوية ولا لا. يعني لازم برضو اعتقد انه هنقيس الكتلة الفات وكتلة طبعًا العضلات اللي في الجسم، مش كده؟ طبعا. وبعدين حد مثلا شغله بيستهلك المخ كتير قوي، بيحرق كتير جدا، فلازم يبقى ياكل سعرات حراريه اعلى من اي حد تاني. طبيعه الشغل بتختلف من شخص لتاني. تمام. طيب هل في نظام غذائي او دايت معين نقدر نقول عليه ان هو ده الدايت المناسب لكل الناس؟ يعني في ناس مثلا تقول لك ايه، استخدمي الرجيم اللي هو بتاع السعرات الحراريه، انك تعدي بتاخدي كام سعره حراريه في اليوم، فبالتالي هو ده احسن نظام. في ناس تقول لك لا، الصيام المتقطع هو ده احسن نظام، وفي ناس تقول لك ايه، خدي كل حاجه، كلي من كل حاجه ولكن كميات قليله. كل واحد على حسب الديفول اللي عنده فين. ممكن حد يعمل صيام متقطع ما يمشيش معايا، ممكن حد يعمل كيتو ما يجيب نتيجه عكسيه مثلا، غير 2-3 كيلو، بل بالعكس كل حاجة بقى بتضرب. تيجي تعملي تحاليل تلاقي كوليسترول عالي، مشاكل، بيحصل مشاكل دهون على الكبد. يعني ما تقدريش تحددي وتقولي ان ده صح. اللي احنا بنقوله الحاجة العامة ان انت تاكلي اكل صحي، بس المشكلة ان احنا بناكل اكل صحي فتلاقي نفسك عملتي مثلا الصبح في الفطار بولة شوفان، رحتي حاطة عليها بذور كتان وبعدين بذور شيا وبعدين معلقة بينات باتر، انت كده استهلكتي ضعف كميات الدهون في اليوم. مع انها كلها حاجات صحيه طبعا، بس مش معنى ان هي صحيه انها مش هتخني. زي العيش الرجيم او العيش البني، مش معنى ان هو عيش بني او مكرونه بني او نشويات صحيه انها لو ما عدلتش الكميات بتاعتي وعرفت انا باكلها امتى وباكلها في التوقيت ازاي بتاعي مش هتخن. بس بمناسبه العيش البني، في ناس كتيره تقول لك ايه، ما هو عيش رجيم، ولكن انا يعني سمعت، طبعا انا مش خبيره، حضرتك اللي خبيره، ان مفيش فرق كبير غير ان ده صحي وده مش صحي. لا، الفرق الوحيد ان اتنين نفس السعرات الحراريه بالظبط. الفرق الوحيد ان ده في قشره، في الياف طبيعيه عاليه، فبيقلل امتصاص الدهون في الجسم. الابيض بيتحول بتكليه، بيتحول لجلوكوز، جلوكوز بيتحول لدهون على طول. طب كنا لسه بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء نهى وانا مع حضرتك على فكره ان احنا عندنا نهم للسكريات مؤخرا، واعتقد يمكن ناس كتير بتتفرج علينا دلوقتي هي برضه هيريليتوا، هيقولوا انا فعلا عايز اكل سكر، سواء بقى سكر في عسل او سكر شوكولاته او حاجات بسبوسه، الحاجات اللي هي كلها طبعا مدمره. نفسي
بصي اول حاجه لموضوع لازم يعني ابص على موضوع ان احنا عندنا نهم في الاكل ده بالذات مع الستات. ده حقيقي. ما بتحصلش الرجاله قوي، احنا الستات عندنا مشكله مع الايموشنال ايتنج قوي. لازم تشوفي توقيتات نومك، مش معنى ان انا بنام بدري بس دخلت السرير الساعه 9 او 10 ونمت الساعه 3 4 الفجر ونومي متقطع ما بخشش في ديب سليب لفتره طويله، ده بيعمل مشكله عشان بيعمل خلل في الهرمونات. فبالتالي بيخليكي جعانه ممكن تقومي في نص الليل تاكلي. شرب الميه شرب الميه مهمه قوي على عدد اللترات اللي بناخدها في اليوم. السكريات صعب قوي موضوع شرب الميه ده في الشتاء على فكره. لا انا اشربي مشروبات دافيه على قد ما اقدر. يعني مش لازم تشربي ميه، اشربي مشروبات دافيه ما تكونش فيها كافيين، لان كل ما هناخد كافيين كل ما هينزل ميه مضر للبول. فدايما نقول على كل كوبايه كافيين بنزود عليها 3 كوبايات ميه. فاما تيجي تظبطي يومك تشوفي الميه بتاعتك عامله ازاي، نومك عامل ازاي. المحليات اللي هي الشوجر فري دي بتخليكي عايزه تاكلي سكر اكتر، بتخليكي عايزه تاكلي بنهم. ليه؟ لان انت بتاكلي حاجه مسكره، المخ بيبعت اشاره عشان يحرق الكالوريز دي، مفيش كالوريز، فبيبتدي يحصل لخبطه. تبقي طول الوقت عايزه تاكلي سكريات. كميه النشويات بتاعتك في الوجبه، هل انت مركزه اكتر على النشويات فبعديها بساعه بتاكلي وجعانه تاني عايزه تاكلي، هي سيركل يعني هي دايره مغلقه، تاكلي نشويات وبعدين عايزه تاكلي نشويات طول الوقت. على موضوع النشويات كان وبرده الانظمه الغذائيه، انا من اكتر الانظمه الغذائيه اللي انا سمعته اكشلي يعني عن تجربه للناس حواليا وانا برده جربتها، اللي بتخلي الواحد يخس ويحتفظ بالوزن اللي هو ينزله. لا خالص، اللي هو ان انت ما تخلطيش البروتين مع النشويات. لا لا انا ما بعرفش او يعني او يعني يبقى نشويات مع خضروات او بروتين مع خضروات. احلى يا جاسي من انك انت تاكلي مثلا بروتين او رز وملوخيه على كفته وكفته، مفيش احلى من كده. مفيش احلى من التعويض غلسي الدايت بتاعك، يعني مفيش، مش المفروض اصلا يبقى فيه ممنوعات. المفروض تاكلي ملوخيه، هي مش ممنوعه بس انت ما بتخلطيهمش مع بعض. يعني تتغدي مثلا خضار ولحمه او فراخ اي نوع بروتين، عشان وبعدين تتعشي عايزه النشويات تاكليها بالليل بس بقى مع خضار مش مع بروتين علشان الهضم. بس دي بتبقى بنسميها ثيوري طلعت، فهم يعني مفيش حاجه علميه مثبته، يعني هي دراسه مش او مش هي حاجة مش مثبته قوي. يعني عشان الهضم وعشان ما تخلطيش بروتين مع كاربس بتنجح مع بعض الناس وبيخسوا زي الجلوتين فري. وزي اعتقد كمان الصيام المتقطع، يعني ناس كتيره قوي 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 وانا منهم الحقيقه بيفرق معايا جدا ان انا افوت العشاء. هي الصيام احسن حاجه، يعني هي الصيام بيجدد لك الخلايا بتاعتك، بيحسن من جهاز المناعه، بيعمل فوائد كتير قوي. بس ما ينفعش زي ما قلت ابقى صايمه واكل، انا جسمي بيحرق 2000 كالوري في اليوم، اكل 700 كالوري. لان انت هتنزلي اول اسبوع تاني اسبوع بعد كده جسمك هيقف. طب سؤال، بما اننا بنتكلم بقى على الكالوريز والاجسام بتحرق الكالوريز، اعرف من فين انا بحرق كام كالوري؟ يعني اكيد ممكن انا ونهى نختلف، اجسامنا مختلفه طبعا. فممكن هي تكون بتحرق 2000، انا ممكن اكون بس بحرق 1000. هي ليها ايكويجن او مساله معينه طويله كده بتعمليها، بتحطي وزنك بتحطي حاجات كتير مع بعض بيطلع لك رقم افريج. اوكي. وممكن تعملي الاجهزه اللي هي بتقيس العضلات والدهون وتقول لك نسبه الحرق عندك قد ايه. وفي حاجات كتير قوي، في حاجات بتقيس نسبه الحرق بماسك معين بيتحط، في منها بقى موجود في مصر دلوقتي. هل في اكلات معينه ممكن ان هي تزود نسبه الحرق؟ يعني مثلا يقول لك ايه مثلا كلي اناناس ان ده هيزود نسبه الحرق، او اشربي قرفه. كنا مثلا نتكلم على اشربي القرفه ماشي، بس ان انا اكل اناناس لان في ماده معينه في الاناناس بتساعد على نزول الوزن، بس انت محتاجه تاكلي 7 كيلو اناناس فدانية محتاجه تاكلي فدان اناناس، فالسكر هيتخنك. فهو كلي اناناس بس مش زي ما الناس فاكره، عشان هم بيستخرجوا الماده اللي موجوده في الاناناس يعملوا بيها كبسولات. فلا، في اكل بيساعد على الحرق، مفيش اكل بيدخل يحرق دهون. في اكل فيه الياف عاليه جدا بتخلي الجسم يحرق. يعني لا تنسي انت كلتي تفاحه خضراء، كلتي بروكلي، لو التفاحه دي فيها 70 كالوري او 80 كالوري جسمك هيحرق اكتر علشان يهضم التفاحه، علشان قشره التفاح والسليلوز اللي بره. لان الفايبر سي هتلاقي ناس كتير قوي بتاكل تفاح تقول لك انا بجوع. طب ما هو بالتالي لو قشرنا التفاحه ما احنا فقدنا لازمه.
مش كده؟ هو الفايدة كلها بقشره. دايما الفوايد بتاعت الفاكهة او الخضار في القشر. اوكي. دايما يعني حتى الرمان يقول لك قشر رمان اعملي لي كذا. بيتحن. لا بيتحن بقى شكليه يعني. الفوايد في القشر يعني حتى ما تيجي تضربي رمان في الخلاط اضربيه بقشره وصفيه واشربيه لان نسبة الفيتامينز والانتي اوكسيدنت انا بقعد افصصه لما بتطلع روحي. ما هو انت بتاخدي سكر بيور. يعني حتى ما يقول لك اصل ده عصير فريش. انت خدتي 5 برتقانات في الكوبايه فشربتي بيور شوجر وما خدتيش فايبرز فبالتالي لو السكر بتاع العصير ده ما اتحرقش لو فركتوز ما اتحرقش في خلال ساعتين هيتحول لدهون. فهي كل حاجه ليها. بشرب عصير كتير. بشرب عصير كتير جدا اقول ما هو بقى فيتامين سي صحي وطبيعي. يعني تيب كده للناس اللي بتحب تشرب عصير حطي فيها فايبر حطي فيها ممكن تجيبي السيليوم فايبر تحطي فيها ممكن تحطي فيها جرجير ممكن تحطي فيها اي حاجه خضار بتقلل شويه من امتصاص السكر كله. طب قولي لنا كده مثال مثلا لاسبوع وجبه فطار غدا وعشاء تكون شكلها ايه طريقه صحيه ومع نفس الوقت في نفس الوقت نفقد فيها وزن. يعني مثلا على حسب هل انت بتصحي الساعه 8 الصبح ولا بتصحي الساعه 2 الظهر تفرق في ايه؟ بتفرق طبعا هتاخدي وجبه الفطار ولا هتاخدي سناك ولا هتاخدي غدا. لا ما هو انا طالما صحيت يبقى اول وجبه هاكلها لازم هتكون فطار. وفي ناس ممكن ما تفطرش فعلا يعني انت ممكن لو انت واحده بتصحي الساعه 12 ممكن تاخدي سناك وتتغدي لكن وجبه الفطار الاساسيه لو هنفطر هيبقى نوع كاربس سواء هتاخدي بقى هتاكلي بانكيكس معموله هيلثي هتاكلي بالنوتيلا عيش بلدي ممكن على فكره يعني انت ممكن تاخدي توست بنوتيلا ممكن بس ما تبقاش حاجه انا بعملها كل يوم اوكي ما يبقاش حاجه انا كل يوم اتعودت عليها واسوا حاجه تعمليها لجسمك ان انت تصحي تعودي على سكر. لان انت بتفضلي طول اليوم تعبانه وطول اليوم جعانه يعني تبتدي بروتين بيقولوا احسن حاجه الصبح لما الواحد يصحى مع كومبلكس كاربز اللي هو الكربوهيدرات يعني ناخد طبق فول مثلا ممكن تاخدي طبق فول او بيض مثلا ممكن تاكلي فول ممكن تاكلي بيض ممكن تاكلي جبنه سواء هتاكلي قريش هتاكلي الجبن اللي هي بتبقى طبيعيه مش الجبن البروسيس المصنعه عايزه تاكلي في ناس بتصحى تاكل تونه في ناس بتصحى تاكل تركي روست بيف على حسب انت عايزه تاكلي ايه بس لازم تحددي كميه النشويات بتاعتك. طب لو صحيت واكلت فاكهه عادي بس هي طب ما هو ده مش سكر بس دي فاكهه طبيعيه ما تفرقش مش 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 شوكليت مش حاجه فيها سكر بس هتاكلي فاكهيه الفاكهه مش بوله مش 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 بوله فواكه على حسب نوع الفاكهه اللي هتاكليها ممكن تصحي تاكلي موزه تحطي عليها بينات باتر ممكن تحطي تقطعيها على زبادي بس ما ينفعش اعمل طبق شوفان احط موز وعسل انا بعمل كده يعني انا بعمل موز وعسل وشوفان و حطي بقى كمان بتاع ده راسيا وبلح وزبيب و... أيوة. والطبق قد كده مش كده حاجات صحيه بس انت ممكن تبقي قاعده يعني ده بيخليكي طول اليوم مش جعانه ده حقيقي وانت المفروض تكوني تاكلي small meals frequently يعني وجبات صغيره كذا مره في اليوم ده الاحسن لك ده اللي يخلي جسمك يحرق بسرعه أكتر. وطول ما جسمك كل الاجسام كده يعني كل الاجسام لو اديتيها الوجبات الصغيره الكتيره لا. مش شرط مش كله لا في ناس زي ما قلت لك في ناس ممكن تخس على الصيام المتقطع في ناس ممكن تتخن في ناس عندها مشكله في الهضم ما ينفعش اصلا تديها اكل كل ساعتين ثلاثه لازم تستني فتره على حسب الكيس طب ايه اكتر ريجيم مضر ولازم ان احنا نحاول ان احنا نتفاداه تماما في حاجات كتير يعني ما بحبش اقول حاجه بعينها بس الرجيم اللي سعراته حراريه قليله قوي الناس اللي بتبقى بتاخد 500 سعره حراري في اليوم وبتمشي على ادويه ده اسوا حاجه ممكن تعمليها لان في بعض الحالات ممكن تؤدي لفشل كلوي ممكن تعمل مشاكل صحيه تانية شعرك بيقع ومفيش حاجه اسمها انا همنع دهون من الدايت لان انت لو منعتي دهون شعرك هينشف بشرتك هتبقى مش نضره يعني يعني الجسم في الاخر محتاج كل حاجه محتاجه لازم تاخدي دهون ولازم تاخدي كميه دهون بالكميه اللي جسمك محتاجها يوميا ونوعيه الدهون اللي بناخدها على حسب جسمك لو انت حد عنده مشكله معينه نوع الزيت بيختلف طبعا طب يعني في خلاصه كده مثلا من الانظمه الغذائيه اللي احنا كتير بنسمع عنها اللي هي الديتوكسنج اللي بتعتبر اللي بتعتمد بشكل اساسي كبير جدا على المشروبات حقيقي هي غذائيه يعني معموله بتبقى كرفس وتفاح وما اعرفش ايه وايه 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 محطوطين كلهم على بعض
ولكن والناس بتخس من خلالها، لكن صحيح. اكيد ليها برضو ما هو سلبيات. هو ده بالنسبه لي الديتوكس هو مش لايف ستايل. الدايت ده لايف ستايل، هي كلمه دايت معناها اللايف ستايل بتاعك في الاكل، سواء هيلثي دايت او يعني دايت صحي او دايت مش صحي. فانت لازم تبقي ماشيه على حاجه انت عارفه ان انت هتكملي عليها. ما ينفعش اعمل حاجه شهر شهرين وارجع تاني ارد دبل اللي انا خسيته. الديتوكس نعمله 3 ايام 4 ايام 5 ايام كتنظيف جسم، ونبتدي ندخل الاكل واحده واحده. ده بيبقى زي كبسوله فيتامينز مركزه طبيعيه. ده احسن حاجه اقدر اقول بيها الديتوكس. بس كديتوكس ان انا اعمل ديتوكس كويت لوس سيستم لا ما ينفعش. لان انت لو مبدئيا لو فضلتي ماشي عليه فتره، لان في ديتوكسز بتتعمل تبقى كلها عصاير وانت كده تتعلي السكر طول الوقت، سكرك عادي بالزبط. ممكن يجي لك يحصل لك مشكله بعد كده. فلازم كل حاجه نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. التوازن أيوة. في كل حاجه مفيش احلى من التوازن. صغيره دكتوره نوره حسب الله اخصائيه التغذيه العلاجيه، اتبسطنا جدا بوجودك معانا النهارده وميرسي على كل المعلومات اللي اديتيها لنا. ميرسي يا نهار. ميرسي ليكي نورتينا. هناخد لفاصل ونرجع لفقرتنا المفضله انا وجيسي، وهي فقره الموضه. طبعا كلنا هنجتمع على ان الايام دي برد، وطبعا البرد القارس ده بيبقى عايز الواحد يلبس الدولاب كله كده، وحتى هو نازل بيقول مش مكفيني ان انا البس الدولاب علشان اكون متدفي. ناس كتيره بتنسى بقى في فتره الشتاء انها تبقى شيك وانيقه ولابسه حلو ومتهندمه، لان اهم حاجه بالنسبه لها بتكون الدفى. المهم تبقى لابسه بلطو وتحتيه بقى اي حاجه، بس المهم تكون متدفيه. بس على فكره ده يعني مش معناه ان احنا ما نحافظش على شياكتنا وانقتنا، وان احنا نبقى دايما نازلين كده مبسوطين بشكلنا وبشكلنا مهندم بالرغم من البرد القارس اللي بيمر بينا اليومين دول. عشان كده النهارده مصممه الازياء جايلان عاطف معانا، ومعاها شويه حلول عمليه وسهله ومحدش هيستصعب ان هو يلبسها، انها هتكون شيك وكمان بتدفي. جايلان منورانا. ميرسي ميرسي يا جيسي بوجودك. تسلمي جايلان. بما ان الدنيا برد وبما ان الستات كلها بتبقى ايه، خصوصا اللي بيشتغلوا او الست العمليه زي ما بيقولوا اللي هي عايزه تبقى براكتيكال يعني عمليه، فبتبقى عايزه تصحى من النوم تلبس اي حاجه تلاقيها قدامها وفوقيها اي جاكيت وخلاص، بس في الوقت نفسه طب هي رايحه المكتب، فبالتالي لازم زي ما جاسمين قالت تكون شيك وانيقه في نفس الوقت. اكيد اكيد. تنصحيها بايه؟ انصحها ان هي لازم يبقى عندها بيسز كده بيزك في الدولاب، يعني مثلا البنطلون الواسع، البنطلون الكلاسيك، الاسود والجينز برضه والكات الكلاسيك. طبعا المقطوع خلاص راحت عليه. أيوة. سواء زايده او فتاه الحمد لله. المقطع خلاص الريبس اوف دي خلاص انتهت وان شاء الله مش هترجع تاني. ان شاء الله يعني. بس يعني في ناس كتيره كانت متاثره بيها وبتلبسها ومختلف فئات عمريه. لازم يبقى عندها شميزات كمان اللي هي البيزك، ابيض اسود جراي كافيه، كل ده لازم يكون موجود من القطع الاساسيه في دولابها. علشان خاطر هي ممكن توفق عليه حاجات كتيره. يعني ممكن تلبس كارديجان، ممكن تلبس جاكيت، ممكن تلبس مونتو، ممكن تلبس بالطو عليهم. ولما تروح المكتب او البنك مثلا هتقلع الكوت او المونتو او الجاكيت او الكوت. يعني وهتبقى بس لابسه من تحت، وممكن فاست مثلا جلد. الجلد فاشن جدا دلوقتي، فاشن جدا جدا السنه دي. ايه تاني؟ الجلد بمختلف اشكاله. القماشه كمان الصوف الخفيف شويه. هل انت اعتمدتي على الصوف يعني ايه الاقمشه اللي انت اعتمدتي عليها في الكولكشن؟ اعتمدت على الاصواف، اعتمدت على الانجوره، على الجلد، على الانجوره والجلد، وكمان الحاجات الليكرا الصوف اللي هي تقيله شويه. طب دي احنا اتكلمنا على القطعه الاساسيه، الحاجات اللي بتحيي اي لبس، بما ان احنا بنتكلم على حاجات بيسكس جراي كحلي بني باج اسود، مثلا سكارف شارب لونه حلو بالظبط، ايه الاكسسوارز اللي هي ممكن تحيي اللبس ده بقى؟ بصي الاكسسوارز طبعا البوتس، الشنط، لو في سكارف زي ما قلتي، شميز يكون فيه زي كده ريبن مثلا، بوشات لو عندك كمان، يعني الهاند باجز طبعا. الهاند باجز اساسي طبعا. اوكي. انا بس النهارده زي ما انتم شايفين الموديل ده هو كمان فيه فاست جلد من جوه، يعني لو قلعت الجاكيت الفاست جلد
هيبان من جوه على بنطلون كلاسيك اسود زي يعني هو واسع. على فكره الموديل ده كمان حتى لو واحده مليانه بيغطي، لو طبعًا. مليانه من جزء الساق يعني بيغطي لو هي عندها الجزء ده مليان. انا كمان سعيده ان الموديل اللي انت عاملاه ده بيناسب المحجبه والغير محجبه بالظبط، هي وكل فئات العمر كمان بالظبط. الغير محجبه هتقال على السكارف يعني واحنا في الشتاء فبنلبس اكيد مقفل يعني طبعا. هو بصي انا اللاين عندي كمان بيعتمد على التركيبات يعني حطيت ايه مع ايه، هي بيسز وانت محجبه او غير محجبه تقدري تلبسيها يعني، المحتشمه او المودريت هي تقدر تلبس ده طبعا. يعني السكارف هنا بما ان هو الحاجه الوحيده اللي فيها لون يعني مش عايز اقول زعق ولكن لون يعني فيه مختلف عن لو هي محجبه هتلبسه بهذا الشكل، لو هي غير محجبه ممكن تربطه حوالين رقبتها مثلا ويدي روح مثلا للجزء اللي على الصدر ده. هي تمام طبعا، بس هي عشان الشميز بريبن عشان فيهم هي لا هتلبس عليه شميز عادي بقى يعني اللي هو بالقال العاديه علشان ما يبقاش يعني زحمه تو ماتش، لكن هي عشان محجبه لبسناهولها بالشكل ده يعني تغيير. وهو على فكره كمان في اكسسوارز كتيره زي كرافات زي بروش ممكن يتحط، لو هي بتحب السلاسل ممكن تلبس سلسلة على حسب كل واحدة وذوقها وبيريحها ايه وبتحب ايه اكتر يعني. هو الفكرة انت تلبسي ايه اللي ليه عليكي بالظبط والبسه ازاي، وكمان البسه اكتر من طريقة بالظبط. انا هنا بقى من الحاجات اللي كنا لسه بنتكلم عنها ان من ضمن الاكسسوار اللي بيضيف للاوتفيت نفسه البوتس فانا طبعًا. هنا شايفه ان انت اخترتي بوت من لون تاني فبالتالي برضو احيا الفستان واداله ايه شكل مختلف هو اخذ من من البيه اللي هو محطوط في الدريس بالظبط بالظبط، من البيه اللي محطوط العامل بيه احمر والبوت نبيتي. هي ممكن تلبس عليها فان على فكره مش هيقول لا، ممكن كحلي لا خالص ممكن كحلي لو هي حابه برضو ممكن تلبس عليه اي لون على بالزبط. فكره بالظبط يعني هو موديل بسيط جداً على فكرة بس الكات بتاعته يمكن فيها اختلاف شوية وان هو قصير من قدام وطويل شوية. بس هي الخامة ايه؟ الخامة دي زي بوكلات كده بس خفيفة لان فيها حركة فيها حركة بالظبط. بس انا عجبني كمان في الفستان اللي احنا شفناه ده ان هو مناسب لكل وقت، يعني مثلا ممكن يتلبس الصبح لو واحده رايحه الجامعه او واحده رايحه الشغل، وفي الوقت نفسه لو واحده خارجه بعد الظهر او اي حاجه برضو ممكن ان هي تلبسه. هي بصي بقى هي ممكن تغير او تلعب بالاكسسوارز يعني لو لبست شنطه مثلا شكلها مختلف هتلاقي شكله اتغير، لو مثلا سي لو هي مش محجبه ربطت السكارف بطريقه معينه ممكن يبقى شكلها، لبست مثلا حلق كبير شويه حطت بروش ممكن هيبقى شكله فعلا مختلف. بتستلهمي الـ يعني التصميمات اللي انت بتعمليها من ايه؟ هل مثلا خطوط الموضه وانت بتحاولي ان انت توفقيها على يعني ثقافتنا احنا واسلوب لبسنا هنا، ولا بتبقى الحاجه اللي انت بتحبيها والحاجه اللي انت بتلبسيها فبالتالي بتصمميها وتنفذيها الاثنين مع بعض؟ اللي انت جبتي بوث وايز يعني اول حاجه طبعا لازم بنشوف ايه الان يعني او ايه الفاشن، بس في حاجات طبعا بتطلع موضه مش لاقيه علينا خالص صح ولا لاقيه على ثقافتنا اوكي، زي مثلا الريبت جينز ده كان مكسر الدنيا بس انا عمري ما عملته ولا هعمله ولا حبيتيه واضح ما حبيتهوش لا خالص لكن من غصب عني انا لازم اتابع الموضه ولازم ابقى عارفه ايه اللي ان وايه اللي مش ان، بس بحاول اوظفها بشكل يكون لطيف مناسب لينا ومناسب لينا كشرقيات عامة محجبة أو غير محجبة طبعا أوكي. ولكن في بعض الأحيان في ناس مثلا إيه تقولك أنا هلبسه عشان هو موضة صح، لا أنا بقى مش مع القصة دي خالص يعني هو السبب إن ممكن الموضة تليق عليكي وما تليقش عليا ده حقيقي أوكي، أنا ما بحبش فكرة السرعة زي ما اللبنانيين بيقولوا أوكي يعني إن أنا أجري ورا أي سرعة أو فاشن طالع وخلاص، يعني أنا مثلا من النوع اللي ما بحبش الألوان الفسفارك وإحنا عارفينها في الصيف بتبقى يعني مبهجة الحقيقة هقول لك على حاجة أوكي بدخلها بس لازم أدخل معاها حاجة بس أنا ما بتكلمش على نيون كالرز دي بتصمم كمان قوي هي مبهجة بس ليها وقتها وليها سنها كمان ليها سنها، بس لا أنا مش مع قصة سن، بحب كل الناس يعني كل ما الواحدة يعني لما بتوجع عينك لما بتشوفيها على مساحة كبيرة على مساحة كبيرة مثلا على علشان كده على إشارة على شنطة بالظبط بحب إنها تدخل ومعاها الوان تانية او تتكسر بالوان تانية. هل نقدر نقول ان الناس
بتلبس من تصميمك عشان خاطر هو عاجبهم الستايل بتاعك وعايزين ذوقك، ولا نقدر نقول ان عشان الحاجه بتناسبهم؟ ممكن تساليهم هم. يعني اكيد يعني مدح نفسه هيبقى كذاب بس. لا يعني هم الحمد لله يعني اكيد الناس بتبقى يعني مبسوطه بالحاجات اللي انا بقدمها، يعني على حسب الفيدباك اللي بيوصلني. واتمنى ربنا يوفقني دايما ان انا اقدم واساعد السيدات والبنات في يعني في اللوك بتاعتهم، وان هم ياخدوا عن نفسهم، لان احنا كسيدات صعب قوي ان احنا نشعر بكده عن نفسنا ونهتم بالتفاصيل بطريقه فظيعه. حاسين ان في حاجه ناقصه. دايما دايما وي ار اول بيرفكشنست. يعني انا عجباني قوي بقى توليفه الالوان اللي انت مستخدماها هنا، اللي هو اللون الكموني ده او المستارده ده مع الاسود ومع السكارف اللي هو في برضه الاسود والجراي والابيض واللون المطار ده او الكموني. حلو ماكستي جسمك. وبعدين كلاسيك يعني عارفه تحسي حاجه دي الشكل ده وما تروحش عليه، ما تروحش عليه يعني بالزبط. ممكن القطعه دي تبقى في دولاب الواحد سنوات وسنوات ويلبسها باكتر من طريقه، يعني حتى كارديجان الفرو بقى ايه عامله شغل جامد. يعني الكارديجان ده نوعها ممكن يتلبس حتى على فستان. صحيح. على فستان بالظبط قصير قصير بالظبط. على ممكن كمان لو انت صح لو انت حابه تلبسيه على ليجنج وبوتس معاه يعني هيتلبس بكذا، وحتى على جينز لسه كنت هقول بالظبط. هو ده جينز اسود. ايوه اخدت بالي عرفت من الخياطه. بس انا يعني حبيت ان انا يعني خدت سيكتور شويه البنطلونات الكلاسيك في اللوك ده علشان لو واحده رايحه البنك او رايحه الشركه او يعني السيكتور بتاع الموظفات اكتر او العاملات لان هو هيكون مريح كمان بالنسبه لها. يمكن السليم او الليجنجز بتبقى اكتر كاجوال او سبور اكتر. لا والسنه دي اعتقد راحت عليها شويه موضوع الليجنجز والحاجات السليم كات قوي دي، السليم يعني كات وسعت البنطلونات. والله انا شايفه ان في الاثنين يعني على حسب. بصي زي ما جيلان قالت لازم الواحد يختار دايما الحاجه اللي بتليق عليه بالظبط كده. طب انا نفسي تقفي لان انا عاجبني جدا اللي انت لابساه ده قوي قوي، فعايزين نشوفه لان انت حاطه فيه جلد وحاطه فيه تول وحاطه فيه حرير بنطلون وحرير يعني وكله. عايزين نشوفه. يا ريت يا جالان. لا البنطلون لا البنطلون كريب. لا سوري كريب. كريب صوف. لا مش صوف خالص، هو عادي. أوكي. يعني مش عارفه ده ما تكسفيش جميل اولا جدا، وبعدين وانت قاعده مش باين التوب الجلد ده وتحتيه يعني التول والحزام وكله. يعني حلو. هو انا بس ماكسي يا حبيبتي هو انا يعني اصلا انا يعني بحب الستايلنج، بحب الحاجات احطها مع بعض. هو الجلد زي ما احنا قلنا هو فاشن قوي وموضه، فيعني حاطه كده الى حد حلو قوي قوي. جميل جميل. ويعني ممكن يتلبس باكتر برضه من طريقه طبعا، وممكن تلبسيه وفي اي وقت برضه ويعني يو كان دريس ات اب اند داون زي ما بيقولوا، وممكن تروحي بيه الشغل وممكن تروحي بيه عزومه وممكن تروحي بيه اي حاجه بالظبط. طيب كلمينا بقى عن الاوتفيت اللي قدامنا ده. بصي يا حبيبتي ده فستان كلاسيك لان في ناس بتحب الوان بيس اوكي، وبس حاطين عليه الفيست الكامل ده اللي هو شموع بالشكل ده. ممكن تلبس بلت لو هي حابه تلبس حزام يعني هم نسيوا بس البلت المفروض ان في بلت كده كامل. لا ممكن يتلبس كده برضو في ناس بتلبس كده تحدد وسطها قوي بالظبط. لو حد ممتلئ من منطقه الوسط مش هيحط حزام بس لو واحده رفيعه ممكن انها تحط حزام هيبقى شكله لطيف برضو. ده هيمشي لمختلف اعمار على فكره طبعا، هي على حسب الستايل بتاعها. وبرضو لو هي مش محجبه مش هتحط السكارف. ايوه. لا هو انا عجبني الحقيقه في الفستان ده ان ممكن ايه اصحى من النوم كده وانا تعبانه وبردانه واقوم ايه لابساه ونازله بالظبط. فهو ده فعلا. لا ممكن تسيب اكتر من طريقه يعني ممكن تحطي مثلا عليه بدل الفيست تحطي عليه كارديجان طويل، ممكن تحطي عليه بونشو مثلا بالظبط كده اهو. يعني سهل الواحد يلعب بيه ده حقيقي. الالوان اللي انت معتمد عليها انا شايفه ان هي مور اور ليس يعني لحد ما ترابيه، يعني اللي هي برضو البيسكس يعني ما خرجناش عن البودي ما خرجناش عن الجراي الابيض كحلي. الكحلي الهافان ليه بقى؟ اولا دول فاشن في كل سيزون في لون بيطغى، يعني مثلا الزيتي ممكن النبيتي. لا الزيتي أوكي. حرام عليكي الزيتي ده انا عشان بحبه. لا انا بحبه جدا. الزيتي ده يعني ده اساسي طبعا اساسي جدا ده انا بحبه جدا وبالذات الكاموفلاج براند دي هتلاقي عندي في الكولكشن كتير حاجات كده انا بحبها جدا.
والزيتي بكذا درجه يعني ليه الاخضر الغامق، ليه الاوليف، ليه الكاكي، ليه يعني له درجات كتيره. ده اساسي بس بيجي في سيزن كده بتلاقيه طاغي، بس احنا بطبيعتنا بنميل للغوامق. صح، عندك حق. الاسود، البني، الجراي، ليه الالوان الشتويه بالظبط. فانا عملت حاجه يعني او عامله دلوقتي الالوان اللي هي تمشي مع ده حقيقي كله واللي يفضلها كله. طب بالنسبه للكيب اللي احنا شايفينه قدامنا ده، كارو بقاله بقى ايه، دي تاني شتويه اعتقد يبقى موضه. بالظبط. صح بالظبط. حتى كمان البريتي بول يعني الكاروهات عموما يعني بكل اشكالها واحجامها كتير يعني فاشن دلوقتي. صغير. طيب ولكن الكيب اللي احنا شفناه ده دلوقتي يعني طبعا انا عارفه ان هو بيناسب كل الاحجام، لو واحده مليانه شويه هتلبسه او لو واحده مليانه كتير، ولكن ما بتحسيش في بعض الاحيان هو ممكن يضخمها شويه؟ بصي على حسب الجسم يعني وهي وموظفاه ازاي. هو لو غامق مش هيضخم قوي، وبعدين معلش هو البرد يعني بيستدعي هتعمل اي حاجه، هتلبس الدولاب كله يعني وتنزل. انا مش بحس ان هو بيضخم على قد ما بحس ان هو بيكبر سنة. بالظبط. يعني هو بيكبر شوية. هو بيكبر طبعا. انا دلوقتي اصلا وانا ماشية في الشارع لقيت كذا شباب يعني رجالة لابسين كيبس. يعني استغربت جدا يعني حاطين من كتر البرد ولا ايه. طبعا. حاطين شيلان وكيبس كبيرة كده. انا من كتر البرد بلبس الشال كله بقى من اول راسي واقعد الف نفسي. طيب الليرنج او ان احنا نحط طبقات طبقات من الهدوم، ده موضة جدا وناس كتيرة قوي بتعتمد عليه. بالزبط. في الستايلينج اللي هو ايه، كل ما البس طبقات فوق بعض بيبقى الشكل احلى. انت من المدرسة دي ولا انا من لا؟ المدرسة دي جدا، ولكن اتس فيري تريكي يعني هي صعبة شوية في حاجة، لان لو حاجة ما اتعملتش صح هتلاقي هتبوظ الدنيا. هيقلب يعني. ما انت شايفة انا عاملة كذا، انت عاملة طبقات كتير، عاملة طبقات اوكي بس يعني الى حد ما لا هي شكلها حلو قوي. أيوة. اكيد. بس يعني في ناس ما بتاخدش بالها بالذات ساعات في المحجبات بتلاقيها لابسه حاجات كتيره ومش عارفه ايه الموضوع زاد بزياده. فلازم تاخدي بالك، وتاخدي بالك اهم حاجه ان انت تبقي عارفه مقاييس جسمك ايه اللي يليق عليه. طبعا إيه ده اللي مظبوط يعني علشان تعرفي ان انت توظفي الحاجه صح. يعني ماكسيم الواحد يحط كام طبقه فوق بعض علشان حتى لو حاجه ضربت معانا ما كانتش صح I think تعدي 4 pieces maximum. ده للي هم البيجنرز او اللي مش عارفين. أوكي. يعني إيه اللي هيليق عليهم بالظبط، ايه اللي هيليق عليهم. مش هينفع اكتر من كده. هنا بقى درجتين ازرق اللي هو الكحلي والجينز. جينز الجينز دي درجه كحلي حلوه، انا حاساها كده فيها بداية ضاي كده شويه، هي قطيفة عشان كده لسه كنت هسألك ايه الخامة دي. قطيفة كحلي ومعاها الجينز. معاها بنطلون جينز. انا للناس اللي ما بيحبوش البنطلونات الكلاسيك حبيت برضو ان الجينز ده الكات بتاعته مريحة وعملية، وميزة الجينز اللي انا بعمله ان وسطه عالي والسوستة من ورا، فبيشد جزء البطن يعني ودي حاجة فعلا مهمة جدا. يعني مهمة جدا، لان للأسف الجينز اللو ويست بيعمل ديفو في الجسم. لكن ده هو ميزته ان هو بيشد يعني بيبقى مناسب للجسم، ما بيطلعش اي لاف هاندلز او كده. وبيبقى فيه شويه ليكرا. ليكرا دي مهمه برضه. لازم. انا بحس ان وجود الليكرا مع ان ممكن ناس تقلق شويه، ولكن بحس انها بتخسس. هي بتخسس طبعا وبتلم اكيد، بس لو كنتي مليانه ما ينفعش ان انت تلبسيها ومثلا بنطلون ليكرا وضيق فانت رجليكي مليانه، فانت عملتي فوكس اكتر. طبعا فهمتيني. لكن لو لبستي عليه حاجه مثلا طويله خلاص مش باين. لكن لو حددتي ولبستيه ضيق يبقى عملتي فوكس على المنطقة الامتلاء. ايوه. الحقيقه كلها افكار جميله قوي، وحاجات كلها كمان اللي احنا شفناها النهارده يا جلال كلها حاجات عمليه وسهله الواحد يلبسها، وسهله كمان ان هو تاخدي اكتر من بيس من الكولكشن وتوفقيهم مع بعض. طبعا تعملي ميكسينج كده ما بينهم. بالظبط. ميرسي بجد، ميرسي. مش عارفه اقول لكم ايه يعني على الاستضافه دي، وانتوا جمال والبروجرام جميل جدا وانا بحبه قوي.
احنا كنا مبسوطين جدا ان انت كنتي معانا النهارده جايلان عاطف مصممه الازياء، بجد نورتينا واستمتعنا بيكي. ميرسي حبيبتي، بنشكرك جدا، بنشكرك على الحلول اللطيفه الظريفه البسيطه اللي انت قدمتيها لنا النهارده. احنا معانا في المطبخ بقى ده اكيد ان شاء الله. ايوه وانا هاجي ضيف اكل من ايدك بس كده عليا اتفضلي. يعني كده نهى وانا نكون وصلنا معاكم بقى لنهايه يومنا النهارده، ان شاء الله بكره يوم جديد. بيت السفير عزيز.